كنا بنتكلم عليه الفترة اللي فاتت بشكل كبير وأثار جدل ارتفاع سعر الكيلو ل 90 جنيه يعني، فأسعار اللحوم الأضاحي واللي لسه صاحية كمان طبعا غالي، فمعاناة بسبب الارتفاعات، وبتتفاوت كمان ما بين منافذ لمنافذ تانية سواء خاصة أو حكومية. خلينا نشوف المعاناة دي صباحك مصري بيرصدها ازاي ونرجع تاني. أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، وبدأت منافذ البيع الحكومية والخاصة في عرض اللحوم بمختلف أنواعها ولكل مميزاته. ففي المنافذ الخاصة رصدنا الحالة والتقينا بالجزارين الذين عرضوا لنا الأسعار. يعني أنا عندنا البتلو بيبدأ من 60 لغاية 80، والكندوز من 75 ل 80 برضه، كل حاجة طبعا على القطعية بتاعتها. والله يا فندم لسه الإقبال لسه على قده كده، بس مش زي كل سنة يعني السنة دي يختلف قوي. يعني كنا السنة اللي فاتت كنا قبليها بأسبوعين بنبقى شغالين، بنبقى جايبين الطلب، كنا نص الطلب ده كان بيخلص. النهاردة لسه ما فيش حاجة باينة خالص، مفيش نوادر يعني. والله احنا بنبيع ب 75، كل حاجه ب 75، يعني بره بتتباع ب 80 وب 90 الكبده والضاني والكلام ده، احنا عاملين تضحيه كبرى يعني عشان نقول يوم مسهل كده، كله ب 75. 20% هي النسبه الفارقه بين المنافذ الحكوميه والخاصه بحسب تقديرات وزاره التموين، لذا يفضلها الكثيرون على الرغم من طوابير الانتظار الطويله امام المجمعات. اللحم الاسترالي ب 57 جنيه، ولحم فرنساوي 50 جنيه، لحم سوداني 40 جنيه. عندنا لحم ضاني مجمد فخده ب 42، زند امامي ب 33، في بتلو بلدي فريش 73، في ضاني بلدي 73. طبعا الاسعار دي بالمقارنه لبره هتلاقي الاسعار دي بتنخفض في اصناف بنسبه مثلا نقدر نقول 100%. انا منطقه مليانه جزارين، بس انا باجي المجمعات ارحم لي اقدر اشتري اللحم. غاليه جدا ب 80 و90، فمين هيشتري ب 80 و90 معاه 3 4 عيال ولا 5 عيال؟ هتجيب ايه اللحم؟ نص كيلو لحمه للعيد. اسعار اللحمه اللي هي اللحمه السودانيه اللي نزلت اللي هي ام 40 جنيه، طبعا هي في متناول الجميع وممكن اي حد يجيبها، الغلبان والمقتدر ممكن يجيبها، بس ايه احنا بنقف لها كتير، بنقف لها كتير على ما بتيجي، يعني بنيجي من بدري علشان ان احنا ناخد. اكل اللحوم في العيد عاده مصريه اصيله، ولكنها قد تتاثر هذا العام بسبب غلاء الاسعار.